قم بالمهمة. فين هو السي محمد؟ رجل رجل مهم. فين هو السي محمد؟ الاختلاف بينهم لا يمكن أن يفسد للأخوة أي صلة كيفما كانت نوعها. أنا شخصيا أتحدث من هذا المنبر وأنا أولا صديق العائلة، هذا أول شيء. ثانيا أنا ابن المدينة اللي كتجمعهم الأمة الاثنين، وصدقوني على أنه كل ما كنت أسمعه وكل ما كنت أشاهده ما كان ليفرحني كما لم يكن ليفرح كل المغاربة على حد سواء، لأنهم دائما ما يريدون الأخ والإخوان أن يكونوا متحابين ومتآخين. هي سحابة صيف مرت ولله الحمد. الاستثناء هو ما شاهدتموه وهو ما عينتموه من فلتات ومن احتقان وأيضا من تبادل للكلام، ولكن القاعدة والأصل هو هذا الذي ترونه اليوم أمامكم، أن يقف سي محمد الغاوي وعبد العالي الغاوي أن يقف ويقف جميع أفراد الأسرة أمامكم ليفتحوا صفحة جديدة، صفحة قائمة على المودة وعلى الحب وعلى الأخوة وعلى المشاعر الطيبة. وأنا شخصيا يعني لما أبلغت على أن اليوم غادي يكون هذا اللقاء التاريخي، لقاء التصالح اللي أنا كنت أتوقعه من كرمهما معا ومن نخوتهما معا ومن مغربيتهما معا وأيضا من الأصول ديال التربية التي تشبع فيها في بيت أنا أعرفه جيدا مثل ما تعرفون كل البيوت المغربية الأصيلة، بل إن هذه اللحظة أنا شخصيا حركت في وجداني كثير من الأشياء. أنا أخوك، أنت أخويا وأنا أخوك، شكون قال أنا عدوك؟ أنا وصيت أمك وأبوك، كلمة محلاها أنا أخوك. أنت وصيت الله والرسول، الأخوة ثابتة ما تزول، تعلمناها وقريناها في الكتب والمتول، مودة وحب بينا على طول. الخصام صحابة دازت في سمانة، تعكر الجو وهاجوا عدانا، يلا نتعنقوا ونصونوا الأمانة، نطهروا القلوب ونفرقعوا الرمانة. اللي يضرك خويا يضرني، ولا قوة عنك غادي تبعدني، انت فرحتي بهجة عيني ولا واحد عنك يمنعني. يلا نفرحوا ونسعدوا الوالدين، نتعانقوا نتحبوا ونشبكوا اليدين، خاوتنا صينا عوام وسنين، وتادها في أرض المحبة مغروسين. انت خويا وانا اخوك، شكون قال انا عدو؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.